BHY211 teaching questions for final exam. الأسئلة كنا قلنا 120 و 60 respiratory 60 digestive، واحنا خلصنا في ال 60 بتوع digestive، فاضل لنا من 35 ل 60، يعني المفروض ايه يكونوا صراع معظمهم صح وغلط، والام سي كيو اللي فيهم سريع كده سهل ما فيهوش حاجه. هو الدايجستيف ايه منطقي قوي وسهل في الايه في الفهم، يمكن عن فروع تانية في اجهزه الجسم او الفسيولوجيا. طيب هنروح للسؤال نمره 35. ام سي كيو all causes of reflex vomiting except الفوميتنج. قلنا يعني في ممكن نقسمهم كذا طريقه، في طريقه ظريفه اللي كتبها دكتور صبحي معقوله قوي، انها ممكن يكون سنترال كوزس اللي دايركت او اندايركت. الدايركت لو زياده الانتركرينيال بريشر، ضغط سائل المخ لو زاد، ناس لا قدر الله ناس عندها اورام في المخ او حاجات تانية متشابهه يعني ماس او اي حاجه لاي سبب، لما بيزيد الضغط جوه سائل المخ ده بيضغط على المركز نفسه ضغط مباشر ويعمل لنا الايه الفومتنج او الترجيع. او اندايركت في سنتر جنبه بتاع الكيمو ريسبتور تريجر زون اللي هو بنقول عليه المركز الكيميائي للترجيع، بيبقى جنب مركز الترجيع، فبتأثر او بالادويه بال التوكسيميا بأسبابها اليوريميا والتوكسينز يعني في الدم وفشل كبدي فشل كلوي، فدي من أسباب اللي الترجيع، ودي بعتبرها برضك سنترال كوز بط اندايركت لأن بتشتغل عن طريق مركز تاني. أو في ريفلكس فومتنج، ريفلكس أي حاجة بتعمل ريفلكس، راكب مركب مثلا والفيستيبولار أباريتس اللي هو الجهاز بنقول عليه البالانس او السيطرة على فهمك للانفايرمنت حواليك. اللي بيدينا المعلومات دي حاجة اسمها فيستيبولار ابريتس، عبارة عن ثلاث قنوات محطوطين في ثلاثة ديفرنت بلينز، ويقدروا يقولوا لنا احنا مركزنا ايه دلوقتي. يعني انا دلوقتي لو حركت راسي تقول لك مثلا راسك اتحركت بالنسبه للانفايرمنت بالطريقه دي. في الناس اللي عندها مشكله في ستيبلر اباريتس ومنتشره بينكم من الحاجات اللي بتجي لنا في دكاتره البطنه وانف واذن، ناس عندهم مشكله في الستيبلر اباريتس سواء شويه التهاب حاجات تانية يعني، عشان بس ما نكترش عليكم. المهم اللي بيمثلها فيسيولوجيا ان الواحد مركب مركب في البحر ويحس الايه بالدنيا بتدور بيه بتلف في بص كده لا الدنيا بتلف، يبقى ده يعمل لي ريفلكس فومتنج. اي بقى ريفلكس في الجهاز الهضمي انت من فوق لغايه تحت اي حاجه، انا او انت كشفنا على عيان حطينا صباعنا جوه هيحصل له فومتنج. اي التهابات في المعده في المريء في الانتفاخات في البطن جامدة، التهابات في الأمعاء، أي برفوريشن أو زايدة أو حتى رينال ستونز حصوي كلى. فالدكتور لما بيجيله الترجيع ده عرض مش مرض، فلازم بقى يشخص إيه بقى الإيه الأسباب بتاعته. يقعد بقى ساعات تبقى السبب واضح، يعني واحد جالك عنده ترجيع وعنده اسهال وقال لك اكل اكله مش ولا بود خلاص فود بويزنج تسمم غذائي واضحه. واحده حامل في شهرين وكانت مستنيه الحمل ودلوقتي جالها ما فيش دوره وعندها فعلا ترجيع، خلاص انت حامل يا ستي مبروك. 36 و ام سي كيو اول ار فانكشن اوف ذا ليفر اكسبت، يبقى السؤال بتاع 35 كان الاجابه الانتركرينال بريشر، لان الانتركرينال بريشر زيادته دي مش ريفلكس دي دايركت. MCQ all are functions the liver except عدها بقى في الليفر يعمل لك حاجات كتير، يعمل لك detoxification يخلص لك من الحاجات الضارة في الجسم، يخلص لك من الأدوية، يخلص لك من اليوريا من الأمونيا من
حاجات كتير يخلصنا منها الليفر. مهم قوي الاورجان ده، هو والكدني في اللي عملت الايه تنقية دمنا من السموم والادويه و استورج اوف ايرون بي 12، يخزن لك الايرون بي 12، يعمل لك افرازات هرمونات، يعمل لك من ضمن وظائفه كتير الكبد، بس مش وظائفه الديجستيف انزيم. صحيح هو متصل بالجهاز الهضمي لكن ما بيفرز الديجستيف انزيمز، خلاص ما فيش انزيمات بيفرزها، لكن بيساعد في الدايجشن عن طريق البايل سولتس اللي بتنزل وتساعد في الايه في تكسير الدهون وامتصاصها. All are functions of the gallbladder except بتعمل الجول بلادر عندنا دي جنب الليفر كده اللي هي المرارة، انها بخزن اللي صح البايل، وانها بعمل بافرنج للبريشر، يعني عشان ما ايه ما ينزلش على طول البايل من الليفر على طول على الانتستين، لا نخزنه شوية نقلل الضغط. ايفاكيويشن اوف بايل، وانا افضيها الوقت اللي انا عايزه بقى، وافضيها امتى الجول بلادر؟ وقت الاكل، وقت الوجبات، عشان كده الناس اللي عندهم التهابات في المراره او بتاع بيحس الوجع اثناء الايه الاكل. طيب الكالنايزيشن اوف بايل، لا هي بتعمل اسيديفيكيشن، دي الايه النقطه اللي غلط. خلاص يبقى كله كان ترو اكسبت الايه نمره ايه بي. بنكرياتيك اكسكراين فانكشن از موست امبورتنت جي اي سكريشن ان ديجستيف سنس. طبعا البنكرياس مهم قوي، حاجه كتير ان هو بيفرز انزيمات قويه وهامه، وبيفرز لنا كربونات بيعادل الحامض، وفي الاماليز بتاعه قوي مش زي الضعيف بتاع الاماليز بتاع الصلايبه، عشان كده all of the above. يبقى البنكرياتيك غالبا يعني يمكن اهم عصاره في الهضم الدايجيشن هي البنكرياس. ام سي كيو، all are true about سكرتين except السكرتين ما بيزودش بنكرياتيك سكريشن ريتش انزيمز، لا ريتش ان الكالي. خلاص اللي بيخليها ريتش ان انزيمز هو الكوليسيستوكاينين، دايما التكتين دول ما نزلهمش. بقيه الحاجات بيعملها، بيزود الحاجات بتاعت الانتستين او هيقلل الحاجات بتاعت الجاستريك، لان هو بيفرز من الانتستين، هو يعني البايس بتاعه او اسكندراني، فعشان كده بيحب اهل اسكندريه مثلا. اسيد كايم انترينسودين ريليس سكرتين، صح يعني كله كان صح ما عدا بي. الاسئله اللي هي فيها كول اول اكسبت بتبقى تعليميه اكتر، عايزك تعرف اربع خمس نقط وتعرف ان النقطه دي مش غلط، لان انا ايه دي التكه برضك. بص هنا فانكشن اوف ذا لارج انتستين هيومن اول انكلود، بتعمل ستورج للفيسز، عندها فيها بكتيريا بتعمل تكوين الفيتامينات دي، لكن ما بيفوش ديجيشن، دي التكه الظريفه يعني، ان معظم الجهاز الهضمي عندنا بيساعد في الهضم الا الايه لارج انتستين. لارج انتستين دي بتاعت البراز الا في الانيمالز، يجي مثلا الارنب ولا بتاع بياكل جزر كتير، السليولوز بانزيم اسمه سليوليز يتحول الى سكر، تخيل. طيب ترو اور فولس، هتبقى سريعه واغلبها حاجات كلينيكيه تفيدكم. باراسيتامول ان اكسس كوز ليفر، ده مش صح، دي من اهم الحاجات اللي بتستخدموها في الالم انتم او احنا، الباراسيتامول بانواعه والانسيدز بانواعها اللي هو الفولتارين والكتافلام والكتافاس هتعرفهم بقى كلهم، باراسيتامول زي البرامول بنادول خلاص كل الحاجات دي ايه هتستخدمها انا او انت، بس نعرف ان الباراسيتامول قد ايه، بس ما اديش كتير عشان بوصل الكبد، يعني حوالي 2 جرام في بالكتير 4 جرام كام يوم، لحد مزمن حاول 1 جرام 2 جرام، وحاول ما اديش مزمن على قد ما اقدر، يعني اعمل دايما انتربشن. الانسيدز برضك اكتر حاجه هتعملها لنا قرح كوز السر، صح اهم حاجه قرح، ناخد بالنا معظمنا دلوقتي الاصح ان احنا لما ندي بعد الاكل فتره قصيره، وندي معاه دواء يقلل الحامض بتاع سواء مجموعه البي بي ايز او الاتش 2 بلوكرز، هتعرفوها بعد كده، يكفيك تعرف ايه اسامي زينتاك انتودين بروتونكس ناكسيوم، تعرف الاسامي ايه جاسترولوك وهكذا بطريقه عامه على الاقل، عشان تعرف تستخدم واحد او اتنين واحد منهم مع الدواء الانتي انفلاماتوري. اسيد ريديوسنج ميديسين كان ريديوس انسيدنس اوف بيبتيك السر، المعلومه اللي انا لسه قايلها لكم، ايوه عشان كده بنستخدم الزنتاك انتودين الحاجات دي. سكرتين سكلوريتيك، صح خدوا بالكم الفرق بين الانزيمين دول الهرمونين دول، سكرتين كلوريتيك يعني بيخلي الجول بلاد تفرز لي ايه سكريشن بتاع الجول الليفر اللي هو بيخلي لي يفرز لي البايل، يبقى ده هو هيفرز البايل، لكن كل سيستيكاينين
دواء بكل جوج يعني يخلي البايل اللي جت بعد ما اتفرزت واتخزنت في الجول بلادر اللي هيعمل كونتراكشن الجول بلادر ويطلعها هو الكوليسيستيكونين. شايفين الفرق بينهم؟ يبقى واحد كولوريتيك وواحد كولا جوج. دي السؤالين دول. زي ما قلنا قبل كده السكرتين كان بيزود البنكرياتيك سكيشن ريتش ان الكالاين، دواء كان ريتش ان ايه؟ ان انزيمز. جينجيفال هيلث ريفلكت بيرسونال هايجين از ويل جنرال هيلث. طبعا انا اقدر اقول لك حضاره الناس الدول متوقفه على الجينجيفا، هل هي صحيه ولا لا؟ هذا انا اقدر اقول لك. دراي ماوس از كوز باي انتي كولينرجيك دراج، صح وعكسها صحيح. اللي بيفرز السكريشنز بتاعه الغدد اللعابيه بتاعتنا ادويه بنديها عشان تزود السكريشن لما يكون في دراي ماوس ولا حاجه اللي هي الكولينرجيك. يبقى انتي كولينرجيك عندنا دراي ماوس، كولينرجيك بالعكس ويت ماوس او يعالج لك ايه الدراي ماوس. بروزيمال كورس الفور ستيج ستورج صح، والديستال فيديفيكيشن صح. الريتابل كولون از فيري كومن ديزيز، فيري كومن الناس اللي الناس اللي عندها ايه القولون العصبي 15% من الناس. معظمه بيبقى اكل بقوليات، اكل حاجات معينه في بتهيج القولون او القولون العصبي الواحد مضطرب عصبيا او بتاع. فود بويزن از ا كومن ديزيز ريليتد تو فود كونتامينيتد باي بكتيريا توكسين، صح منتشر قوي وخصوصا وقت الصيف والاكل ايه متعري وسايبينه احنا ايه بره الثلاجه والكلام ده كله. Diarrhea due to food poison is best treated by medication to stop diarrhea. تمام. كان زمان ندي الناس اللي عندها اسهال، واحد عنده food poison وعنده اسهال يديله دواء عشان يوقف الاسهال. طلع غلط، لان انت كده بتخلي البكتيريا قاعده في القولون. بالعكس الدايريا دي فيسيولوجيكال عشان تاخد get rid of the bacteria. عايز تدي حاجه ادي مطهرات. غالبا ده اللي بيحصل، انت بتدي مطهرات بياخدوها هما بيتعالج الدايريا احسن من ادويه الدايريا. انشوت فود كان كوز انديجيشن، انت تلاحظها كدكاتره سنين واحد مش مركب طقم وما بيمضغش كويس والاكل اللي ما بيتمضغش ده يجي يوجع له معدته او يحس معدته مليانه او يرجع والكلام ده كله. انت نفسك ممكن تشخصه، احنا دكاتره البطنه بنشخص برضك جينا العيان بالمشكله دي ونشخصه. Diabetes is a very common cause of periodontal disease. طبعا aspiration is the best treated by keeping patient supine. لا اتفقنا ان قعد العيان طبعا في معظم الحالات. في حاله يعني interesting بس حقيقيه، يجي لك عيان خد الحبوب والحبوب وقفت تحت على فم المعده، فوق فم المعده ابو بشويه يعني مش فوق قوي، فوق قوي طبعا لازم نقعد العيان. ده بالعكس بقى ده بنقيم العيان ويشرب معاه شويه ميه، وشفتها انا فيري انترستنج. يشرب الميه وتلاقي الحبايه نزلت رغم ان هو صباين يعني نايم فلات كده، وتلاقي الايه قدر ان ينزل الحبايه. فيري انترستنج. بيشنت تو سكولد سيمبتومز كوفيد 19 كان بريزنت ويز لوس اوف سميلينج. ليه السؤال ده؟ طبعا عايز اقول لك ان الكوفيد 19 زي البرد ممكن يجي لك ايه على شكل بس العيان ايه مش عارف يشم. اسبيريشن از بيست تريت ويت لوس سيرجرز موست كومنلي يوزد سليفنج اور باي باس. عمليه السمنه بتاعت الجراحه الاثنين دول اكتر حاجه، السليف اللي هو الكمامه دي او الباي باس، والاثنين بيشتغلوا على العمليتين دول اشهر عمليتين بيستخدموا. Patient with loss of smelling can have difficulty testing. طبعا الاثنين مرتبطين ببعض. Gurgling with mildly salt water can help sore throat. منتشرة قوي الواحد عنده pharyngitis عنده tonsillitis التهاب في التونسلز او اللوز، يديله ميه بشويه ملح يجرجل كذا مره في اليوم ويرتاح قوي منها. Most common cause of halitosis is gum dental disease. صح خلاص. الجارلين دواء موجود بيخلي الإنسان هانجري.